مفهوم السلام في الديانة الإسلامية؟ في مقاربة مفهوم السلام في الديانة الإسلامية يمكن الانطلاق من بعض الآيات القرآنية التي يؤدي هذا المفهوم دورا فيها. على سبيل المثال، جاء في الآية 10 من سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي ذلك تشديد على مركزية العلاقات السلمية بين المؤمنين. كذلك جاء في الآية 103 من سورة آل عمران والآية 63 من سورة الأنفال أن الله يؤلف بين قلوب المؤمنين. إن خلفية هذه الآيات هي الحروب الطويلة بين الأوس والخزرج، وهما قبيلتان اللتان اجتمعتا لاحقا في الأمة الإسلامية. وبذلك يمكن الفهم الآيتين كشجب للعصبية القبلية. وقد قرأ القرطبي هاتين الآيتين كتحذير من الفتنة ضمن جماعة المؤمنين. فالآية 63 من سورة الأنفال تشدد على أن هذا السلم ما كان ليتم إلا من خلال الله. أما مجاهد فيرى في هاتين الآيتين توصية بتحقيق السلام، ويعتبر أخذ المؤمنين بيد صاحبه باعثا على المغفرة خطاياهما. إن الآية 8 من سورة الأنفال التي يعتبرها الطبري صالحة لكل زمان ومكان تضيف أن الميل إلى السلام يتطلب المعاملة بالمثل، وأن الدعوة إلى السلم يجب أن تلقى قبولا لدى الآخر. تحدد الآيات 7، 8، و9 من سورة الممتحنة نموذجا مفهوميا لتحقيق السلام، وتوضح الشروط التي تسوغ الحرب العادلة وتلك التي تنظم العيش المشترك السلمي. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. من الآية 7 إلى الآية 9. إنه لأمر شائع أن ينظر إلى هذه الآيات على أنها تتيح المعاملة الطيبة والسلمية تجاه غير المسلمين الذين لا يعتدون على جماعة المسلمين. أما الآية 13 من سورة الحجرات القائلة: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فغالبا ما يتم ذكرها كتأكيد على التعددية التي تتضمن اعترافا باختلافات من دون الحكم عليها. وفقا للتيار الفكري حديث يمثله بصورة خاصة الباحث سعيد، يشكل الصبر والمسامحة المكونات الأساسية للسلام. فموقف المسالمة بحسب الباحث سعيد يمكن أن يستمد من حكاية قابيل وهابيل. إن الله قبل هابيل بسبب موقفه المسالم. على المسلمين إذن أن لا يدعوا إلى القتل أو العنف، وعليهم إلى جانب موقفهم المسالم أن لا يتخلوا عن إيمانهم بسبب الخوف أو العنف. وعلى الرغم من كون القرآن يتضمن أيضا آيات تحمل رسالة مختلفة تماما بما فيها الدعوة إلى قتل الكفار، فلابد لهذه الآيات أن تقرأ من السياق في السياق التاريخي الذي أنزلت فيه، وهو سياق مرتبط بالحرب. إن الآية 5 من سورة التوبة المعروفة بآية السيف تتضمن دعوة إلى العنف، لكن هذه الآية
يجب أن تقرأ في ارتباطها بآيات 7 و8 و9 من سورة الممتحنة، حيث يحدد شرط اللجوء إلى العنف بتعدي غير المسلمين أولاً. كذلك فإن الآية 6 من سورة التوبة تشير إلى استنسابية الآية السابقة، ذلك أنها توصي بحماية المشركين الذين يطلبون ذلك. ولئن كان بعض الجهاديين يفسر الآية 5 من سورة التوبة على أنها تلغي الآية 8 من سورة الممتحنة، فإن موقف أمهات التفاسير مختلف، كتفسير الطبري مثلا. وفي بعض الأحيان استخدمت هذه الحجج لتجنيد المجاهدين، لا سيما الشباب الذي يسهل تطويعهم بسبب فقدانهم للعلم. لقد أدخلت فكرة الجهاد بمعنى الحرب الهجومية باسم الدين على بعض يد القضاة كالشافعي، وهي فكرة لا صياغة مفهومية لها في القرآن أو في الحديث الشريف.